خليني معاكم نرجع لمرجوعنا، زي ما قلنا زي ما بدأنا في قنا الجديدة هنتكلم عن أسوان الجديدة، وزي ما قلنا شكوى من استغلال السائقين الجشعين وزيادة الأجرة بموقف الأقاليم إلى أسوان الجديدة. يوجد استغلال من سائقي الميكروباصات من موقف الأقاليم لمدينة أسوان الجديدة، يعني من الموقف لأسوان الجديدة هم بيقولوا الأجرة بياخدوا 6 جنيه من موقف الأقاليم لأسوان الجديدة، على الرغم من الأجرة المحددة من قبل المحافظة هي 3.5 جنيه، بالإضافة لعدم مرور الميكروباص بجميع أحياء مدينة أسوان الجديدة. هنعرف شيء من التفصيل عن هذه المشكلة معانا على الهواء مباشرة الآن السيد محمود طاهر من أهالي أسوان الجديدة. سيد محمود أهلا بك معنا. سيد محمود حضرتك سامعني؟ أستاذ محمود يعني قول لي الأزمة دي بدأت من إمتى؟ بدأت من زيادة التعريفة الأخيرة ولا بدأت من إمتى؟ أزمة زيادة الأجرة. لا من بدري، هم قبل كده كانوا مخلين التسعيرة 5 جنيه، وبعد الزيادة الأخيرة دي زودوا جنيه برضو من مع نفسهم كده من غير ما يرجعوا لأي حد. يعني بقت 6 جنيه. والناس مجبورة عشان خاطر برضو الأتوبيس مش يعني مش قادر اللي هو اتوبيس الجهاز، يعني اتوبيس الجهاز. في ناس كتيرة حابة تسكن في أسوان الجديدة بس الخدمات ضعيفة جدا جدا، منهم أول مشكلة المواصلات. لكن هي الأجرة الرسمية المحددة من قبل إدارة المواقف بالمحافظة 3.5 جنيه، 3.5 جنيه، يعني تقريبا هم مزودين الضعف، يعني مزودين بنسبة زيادة بنسبة 100%. نسبة الزيادة 100%، وبعد كده في أماكن أبعد مننا أجرتها أقل، يعني زي الخطارة زي العقبة زي الكوبانية، كل دول 3.5 4 جنيه، مش بيزيدوا عن كده. نعم. مش معنى أسوان الجديدة اللي 6 جنيه، والناس مجبورة وغصب عنها بتدفع، ولكن متضرر، يعني الناس أغلبيتها متضررة جدا جدا من الموضوع ده، لأن اللي عنده أولاد بينزلوا مدارس، اللي عنده أولاد بينزلوا دروس، الناس بتنزل تقضي مصالحها بغض النظر، يعني بغض النظر اللي عنده ما عندهوش، يعني في اجره محددها المحافظه طبقا لتعريفه رسميه لازم الناس تتنفذ، انما مش بمزاجها الناس ترفع الاجره بمزاجها. هو يعني لو عمل خدمه مقابل الزياده ما حدش هيتكلم، يعني هو لا بيمشي في خط سير الاتوبيس عشان كل سكان المدينه يستفادوا بالموضوع، ما خد بالك، يعني هو ما بيدخلش اول ولا ثاني ولا ثالث، نعم بيدخل ثاني وثالث بس ما بيدخلش الحي الاول. وهو حتى ده المفروض بيبقى محدد خط سيره محدد من إدارة المرور. واحيانا الصبح يروح يعني بمزاجهم، شغالين بمزاجهم هم، نعم مفيش رقابة عليهم ولا في اي حاجة. طب انتوا اشتكيتوا يعني سواء لجهاز المواقف او لإدارة المرور مثلا؟ اول شكوى ان شاء الله هنقدمها باذن الله عز وجل يوم السبت لإدارة نعم. المرور، قلنا نمشي بالشكوى يعني خطوة. يعني انت واضح ان كنت واضح ان كنت انت بتقدم شكاوي لرئاسة الوزراء، يعني واضح انت كنت راضيين من 5 جنيه كمان يعني اصلا في الاول. الناس مش عارفه، نعم مش عارفه، وعشان مش ما فيش حاجه متاحه، هو ما فيش قدامه غير كده، هو بالليل بيخلوها 10 جنيه كمان الاجر، واكثر من 10 جنيه الناس برضه بتدفع. الناس زي ما بقولك مضطره يعني. الله يفتح عليك. طيب وعموما بنشكرك الأستاذ محمود طاهر من أهالينا في أسوان الجديدة، وزي ما قلنا يعني فيما يتعلق بالمدن الجديدة بشكل عام، يعني أنت عايز يبقى في، أنت بتصرف الدولة كدولة بتصرف مش ملايين دلوقتي، مليارات على المدن الجديدة، فبالتالي عشان يبقى في تواجد أول حاجة أول مشكلة بتبقى المواصلات. يعني أفتكر حي المحمودية ده في التسعينات برضو لما بدأ هذا الحي كحي جديد كانت لسه المواصلات بعافية شوية يعني، فبالتالي كان الإقبال ضعيف، لكن لما بقى في سيرفيس وبقى في أجرة وفي رقابة وحط تحت الرقابة دي 100 خط، لا بدأت الناس يبقى في تتواجد في المكان. إنما النهاردة زي ما قال أستاذ محمود يعني كمان الأجرة 3.5 جنيه بالنهار بيخلوها 6 جنيه، بالليل 10 جنيه، محدش مع أي موظف عنده وحتى لو عنده مقدرة، أنا بتكلمش على المقدرة المالية، بتكلم على إن في حاجة الدولة محددها لازم الناس تلتزم بيها، انما كده بالمزاج يعني. فنتمنى يبقى في تدخل من يعني اداره المرور، مديريه الامن، خاصه المديريه كمان نقلت الان لاسوان الجديده، وانا اللي اعرفه ان كل سواق وكل عربيه ليها خط سير،
معروف درجة لدى المرور يعني، معروفة بالاسم وبكل حاجة يعني، فبالتالي سهل يجيبوا أي حد منهم يعني. إنما كده بمزاجهم يرفعوا الأجرة، ده شيء غير مقبول بالتأكيد، وشيء يعني ما ينفعش، وبالتالي ده بيكبد الناس. وزي ما قال الأستاذ محمود، إن أنت عايز يبقى في تواجد في المدينة لازم يبقى تيسر المواصلات. الجهاز بينزل عربيات، بس عربيات قليلة بالتأكيد يعني، يعني الجهاز مشكورا بينزل عربيات وسعرها رمزي، لكن في النهاية العربيات قليلة. انما النهارده اداره المرور مع اداره المواقف عندها سيارات وعندها عربيات، خط سيرها اسوان الجديده الموقف تلتزم بالاجره بتعريف، هي ما اشتغلش. واعتقد ان الدوله لديها الاليات انها تضبط ده، ازاي ما اعرفش، لكن الدوله لديها الاليات تقدر تعمل ده. في تكاتف سواء بين اداره المواقف، المحافظه، سياده اللواء اشرف عطيه يتدخل في هذا الامر بشخصه مع بالتعاون مع السيد مدير الامن، لازم يبقى في تدخل. لما مش معقوله الاجره 3 جنيه ونص تبقى 6 جنيه وبالليل بيبقى توصل 10، لا يعني مسألة غير مقبولة بالتأكيد يعني. وبالتالي زي ما قلنا في آليات، لا الدولة تقدر تظبط هذا الأمر يعني. طيب عموما كان الأستاذة نسمة مديرة إدارة المواقف والأستاذ حسام تواصل معها، وهي الحقيقة عندها فكرة عن الموضوع يعني، هي واضح إنها وصل لها شكاوى أيضا من ذات التعريفة. هي بعتت لنا الرد بتقول بيتم التعاون مع أي شكوى من أي مواطن تخص زيادة التسعيرة وزيادة التعريفة على أي خط، وهيتم التنسيق مع إدارة المرور لعمل حملات تخص تلك الظاهرة أو ذلك الخط بالأخص للحد من تلك الظاهرة بإذن الله. ما هي يا أستاذة نسبة مش مسألة حملات، واضح إن دي معاناة يومية للمواطنين يعني. مسألة المواصلات يا جماعة دي مسألة مش بتاعة النهاردة وبس، دي بتاعة كل يوم على مدار الساعة يعني. أتمنى يبقى في تدخل حقيقة. وبعدين المسافه من اسوان الجديده لغايه الموقف يعني ما تجيبش 10 كيلو يعني اعتقد يعني، فبالتالي ده فمساله دي ما يعني نتمنى يبقى في تدخل. عموما هننتظر رد اذا حول مشكله الوحده الصحيه في الظافريه بقفط من مديريه الصحه بقنا، ننتظر رد من محافظه قنا حول مشكله المواقف في مدينه قنا الجديده، اداره المواقف او مجمع المواقف، ايضا مشكله استغلال السائقين الجشعين اللي في سواقين كويسين، السائقين الجشعين اللي بيزودوا الاجره مزاجهم يعني. ننتظر ردا من المحافظه في اسوان ومن اداره المرور ايضا، ومشكله الصرف الشارع اللي هو مستثنى من الصرف في ارمنت رزاقات قبل بارمنت. وزي ما قلنا ارجعنا مشكله جامعه سوهاج لغايه ما يبقى لنا رد مع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعه سوهاج، واداره الاعلام لازم تتحرك شويه في جامعه سوهاج وترد على المشاكل يعني بعد نقل قسم الطوارئ بالمستشفى الجامعي بسوهاج الى مدينه الكرم. اذا هذا ما سمح به الوقت في حلقه الليله في طلب احاطه، لكن ننتظر اسئلتكم ومشاركاتكم حول كل القضايا عبر صفحتنا على الفيسبوك برنامج طلب احاطه باللغه العربيه، او الاتصال برئيس تحرير البرنامج الزميل حسام محمود ومخرج البرنامج الزميل احمد العربي، رقم الواتس 011-918-44-82. تحيات فريق العمل نهله مصاهم مدير التصوير محمد فراج، خالد قناوي، محمد عبيد، عبد الحكم ابراهيم، عادل محمود، احمد يحيى، كل الكرو له مني كل الشكر والتقدير. حسام محمود واحمد العربي، شرف على التنفيذ احمد شاهين وعبد السلام البردويلي، شرف العام للاعلامي الاستاذ خالد الشريف، وهذه تحياتي. ونتوقف قليلا مع اذان المغرب ثم نعاود اللقاء بكم مع فقرات وبرامج قناه طيبه، كونوا معنا.